هنا محاولة من كاكا، محاولة المرور الآن، يتقدم هذا النجم ويرسل كرة للأمام. مرت من بين قدمي المدافع بالفعل على قدم بنزيما، الكرة اصطدت في القائم وعادت سهلة تماما إلى راؤول غونزاليس. ولاحظ المخرج بعد ذلك طبعا اتجه للجماهير. الهدف الأول الكرة اللي بداها طبعا كاكا، ثم بعد ذلك كريم بنزيما. راؤول غونزاليس ما يضيع، سجل 5 أهداف في افتتاحيات الريال، يسجل الآن